دلوقتي جمعتكم مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه. متابعينا الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الإيماني المتجدد من برنامجكم خير الكلام على نجوم اف ام. أسأل الله العلي القدير أن تكونوا جميعا بخير ونعمة وعافية وستر، وأن يمن عليكم بصلاح الأحوال وراحة البال. اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا رب العالمين، نسألك فلا تردنا خائبين، فلا خاب من أنت مولاه. نسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ويقينا صادقا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا. ونسألك اللهم شفاء من كل داء، ونسألك العافية من كل بلية، ونسألك دوام العافية، ونسألك تمام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. ربنا وتقبل دعاء، اللهم آمين آمين. مستمعينا الكرام، كل عام وحضراتكم بخير، كل عام وأنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أحرص وأدوم. هذه الحلقة الأخيرة في شهر ذي القعدة، وإن شاء الله الجمعة القادمة بمشيئة الله تبارك وتعالى هنكون في ذي الحجة. فنحن الآن بانتظار شهر عظيم اللي هو شهر ذي الحجة. ربنا سبحانه وتعالى أقسم بالعشر الأول منه، فقال جل شأنه: والفجر وليال عشر. فربنا أقسم بالليالي العشر. جمهور المفسرين على إنه العشر اللي ربنا أقسم بيها هي العشر الأول من ذي الحجة. وسيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى السلام أخبر عن مكانة هذه الأيام والليالي العشر، إن مكانتها عظيمة جدا جدا عند ربنا يا حضرات. ليه؟ عد معايا. رقم واحد، لأن الله أقسم بها. الله عظيم، لا يقسم إلا بعظيم. ربنا لما يقسم بالفجر يبقى وقت الفجر ده حاجة عظيمة جدا. ربنا لما يقسم بالضحى يبقى الضحى ده حاجة عظيمة جدا. ربنا لما يقسم بالطور يبقى جبل الطور ده عظيم جدا. الله عظيم، لا يقسم إلا بعظيم. فطالما أن الله تبارك وتعالى أقسم بالليالي العشر يبقى الليالي العشر دي حاجة عظيمة. أقسم بالوتر يبقى الوتر ده حاجة عظيمة. أدي أول أمر. تاني أمر، في سورة الحج، وهي سورة عظيمة جدا في الجزء 17 في القرآن، ربنا بيقولي: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ليه يا رب الناس حتأتي من كل فج عميق قاصدين البيت الحرام؟ ليه؟ قال ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، عشان يذكروا ربنا في أيام معلومات. إيه الأيام المعلومات؟ قالوا إنها العشر الأول من ذي الحجة. يبقى رقم واحد ربنا أقسم بها، رقم اتنين هي الأيام المعلومات اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر فيها بذكره ودعا الناس ودعا المسلمين المؤمنين إلى أنهم يحجوا، فالناس حتأتي من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في الأيام المعلومات دي. جميل. رقم ثلاثة، إن في العشر الأول من ذي الحجة يوم عرفة، ويوم عرفة ده يوم مشهود وربنا أقسم بيه. قال لنا كده في القرآن: والسماء ذات البروج واليوم الموعود، ده يوم القيامة، وشاهد ده يوم الجمعة، ومشهود ده يوم عرفة. يبقى ربنا أقسم سبحانه وتعالى باليوم الموعود اللي هو يوم القيامة، وأقسم بالشاهد اللي هو يوم الجمعة اللي احنا فيه ده
لأنه يوم عظيم جدا. خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. كمان في يوم الجمعة ساعة إجابة، اللي هي الساعة اللي قبل غروب الشمس كما قال جماهير أهل العلم، اللي لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. يبقى ربنا أقسم باليوم الموعود اللي هو يوم القيامة، وشاهد اللي هو يوم الجمعة، ومشهود اللي هو يوم عرفة. طيب، ويوم عرفة ده رقم 9 في العشر بتوع ذي الحج. يبقى العشر ذي الحج عظيمة لأن ربنا أقسم بيها، عظيمة لأنها الأيام المعلومات، عظيمة لأن فيها يوم عرفة. طيب إيه كمان؟ فيها يوم النحر. إيه يوم النحر ده؟ اللي هو يوم 10 ذي الحج، من أعظم الأيام قدرا عند الله تعالى. يوم الحج الأكبر اللي هو يوم 10 ذي الحج اللي هو اسمه يوم النحر، ده يوم عظيم جدا عند ربنا يا حضرات، جميل قوي. فالعشر الأول من ذي الحجة لها فضائل عظيمة، وحتى العلماء قالوا طب اشمعنا العشرة دي؟ ليه مش العشرة الأواخر من رمضان؟ ما العشرة الأواخر من رمضان فيها ليلة هي خير من ألف شهر، اشمعنا العشر الأول من ذي الحجة هي عظيمة جدا؟ قالك لأنه اجتمعت فيها أمهات الفضائل. إيه أمهات الفضائل؟ أمهات الفضائل يا حضرات اللي هي الأركان العملية الأربعة، في حديث بني الإسلام على خمس، هتلاقي الخمسة ديت أول حاجة قولية اللي هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، دي إيه؟ قولية بتقولها ولا بتعملها؟ يبقى بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله ده ركن بنقوله باللسان، والأربعة الباقيين أركان عملية بتعمل حاجة، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت. فدي اسمها أمهات الفضائل بقى، اللي هي الصلاة والصوم والزكاة والحج، اسمها إيه؟ أمهات الفضائل. هتلاقي إن الأربعة دول ما بيجتمعوش مع بعض إلا في العشر الأول من ذي الحجة. يعني العشر الأول من ذي الحجة فيهم صلاة؟ تقول لي آه طبعا بنصلي. فيهم زكاة؟ آه بنزكي. طب فيهم صيام؟ آه بنصوم. طب فيهم حج؟ آه بنحج. طيب العشر الأواخر من رمضان فيهم صلاة؟ آه بنصلي. فيهم زكاة؟ آه بنزكي. فيهم صيام؟ آه بنصوم. فيهم حج؟ لا فيهمش حج، الحج ده مش موجود إلا في العشر من ذي الحجة، عشان في يوم عرفة، والنبي عليه السلام أخبرنا الحج عرفة، اللهم صل عليه. جميل قوي. عشان ما طولش بقى على حضراتكم وربنا يكرمنا ونطلع بوجبة دسمة استعدادا لهذه الأيام العشر، نسأل الله أن يكتب لنا الأجر وأن يغفر لنا وأن يجعلنا من عتقائه من النار ومن المقبولين الفائزين. عايزين نحط جدول ازاي نغتنم العشر الاول من ذي الحجة ونطيع ربنا سبحانه وتعالى ونرضي الله عز وجل ونرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجه الامثل. يعني كيف نتقرب الى الله تبارك وتعالى في العشر الاول من ذي الحجة، وما هي أفضل القربات إلى الله تبارك وتعالى؟ السؤال بطريقة أخرى، كيف نتاجر مع الله تبارك وتعالى في العشر الأول من ذي الحجة؟ السؤال بطريقة ثالثة، كيف نغتنم هذه الأيام وهذه المنح الربانية وهذه الأنوار والنفحات الإلهية؟ لأنه سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى السلام بيقول لنا إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. يا جماعة في نفحات ربنا بيبعتها، اتعرض للنفحات دي وخد منها. ليه؟ النبي بيقول لعل أحدكم تصيبه نفحة لا يشقى بعدها أبدا. يعني لو انت اغتنمت الفرصة صح وأخذت النفحات الإلهية والأنوار الربانية دي الصح،
لن تشقى بعد ذلك أبدا، حتنال سعادة الدارين الدنيا والآخرة. مستعينين بالله يا حضرات، نبدأ نحط جدول الأعمال بتاعنا في العشر الأول من ذي الحجة، حضر ورقة وقلم ونستسمع حضراتكم. هنطلع لفاصل سريع تلتقط فيه الأنفاس، ونجهز ورقة وقلم ونشوف كيف نغتنم العشر الأول من ذي الحجة على الوجه الأمثل، وما هي أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى في هذه الأيام العشر. التقي بحضراتكم بمشيئة الله تبارك وتعالى بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا جزاكم الله خيرا. انتوا لسه مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. مستمعينا الكرام، أجدد لحضراتكم التحية، ونحن في انتظار العشر الأول من ذي الحجة، أيام معدودة على أصابع اليد الواحدة، وحنستقبل العشر الأول من ذي الحجة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا في هذه الأيام على ذكره وشكره وحسن عبادته. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يا حضرات قال لنا: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أن الله تبارك وتعالى يحب الأعمال الصالحة في هذه الأيام. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. الصحابة قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ يعني يا رسول الله أيهما أحب إلى الله، إن أنا أجاهد في سبيل الله، ولا إن أنا أعمل صالحات وأعمل طاعات في العشر الأول من ذي الحجة؟ ها، أيهما أفضل؟ تخيلوا النبي قال إيه؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، يعني أن العمل الصالح في العشر الأول من ذي الحجة أحب إلى الله من الجهاد في سبيل الله، ما عدا حالة واحدة، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. تعالوا نرتب بقى أحب حاجة لربنا، يبقى أحب حاجة لربنا الجهاد في سبيل الله بالنسبة لواحد خرج يجاهد بماله ونفسه لا رجع ولا نفسه، ده أحب حاجة لربنا سبحانه وتعالى. يعني رجل جاهد بنفسه وماله فلم يرجع من شيء بشيء. جميل. رقم اثنين، الأعمال الصالحة في العشر الأول من ذي الحجة. إيه أول عمل عشان ما تتوهش نفسك؟ دائما أحب الأعمال إلى الله وأرفع الأعمال قدرا عند الله وأعظم عبادة على الإطلاق هي ذكر ربنا. خدها قاعدة. ربنا قال لنا في القرآن آخر آية في الجزء العشرين بيقول إيه يا حضرات؟ أتل ما أوحي إليك من الكتاب. قول سيدنا النبي أتل القرآن، يعني أتل ما أوحي إليك من الكتاب. جميل. اثنين، وأقم الصلاة. ليه؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ثلاثة، ألولا ذكر الله أكبر. ذكر ربنا أكبر. العلماء قالوا يعني إيه ذكر ربنا أكبر؟ قالوا ذكر الله أكبر أي أكبر عبادة على الإطلاق. أجمل وأعظم وأكبر عبادة أنك تذكر ربنا، هو ذكر ربنا. المعنى الثاني، ولا ذكر الله أكبر، يعني إيه؟ قالك ربنا قال لنا في القرآن في سورة البقرة: فاذكروني أذكركم. لما تذكر ربنا، ربنا حيذكرك، هيذكرك برزقه، برحمته، بفضله، بكرمه، بستره، بعفوه، بجوده، هيذكرك، هيعملك حاجات حلوة. فاذكروني أذكركم. يبقى أنت لما تذكر ربنا، ربنا حيذكرك. السؤال، ذكر مين أكبر؟ هل ذكرك لله أكبر ولا ذكر الله لك أكبر؟ يعني أنا بذكر ربنا، ربنا بيذكرني،
أيوة السؤال بقى، مين فينا ذكره أكبر؟ ذكري أنا لله أكبر ولا ذكر ربنا ليا أكبر؟ أكيد ذكر ربنا ليا، يبقى ولا ذكر الله أكبر يعني كده. المعنى الثالث قال لك ارجع للآية، مش الآية بتقول أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ كل ما تصلي صلاتك بتنهاك عن الفحشاء والمنكر؟ قال آه، يعني الصلاة بتطهرك، بتخليه بتبعدك عن الفحشاء والمنكر، صح؟ قال لك آه. قال لك ولا ذكر الله أكبر، إذا كانت الصلاة بتبعدك عن الفحشاء والمنكر فذكر ربنا أقوى، يخلي أصلا مفيش فحشاء ومنكر، زي سيدنا يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام، ربنا قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، لأنه دائما كان دائم الذكر لربنا، فالسوء والفحشاء ما يجوش ناحيته أصلا. طيب يبقى أول عبادة يا حضرات هنركز فيها في العشر الأول من ذي الحجة هي ذكر ربنا. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، الورق اللي هي الفضة يعني. النبي يقول أقول لكم إيه أحسن أعمالكم وإيه هي خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأحسن حاجة عند ربنا وأرفعها في درجاتكم، اللي بترفع درجتك عند ربنا، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، أفضل من إنك تمشي توزع على الناس ذهب وفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، يعني خير من الجهاد في سبيل الله وخير من الشهادة كمان في سبيل الله. قالوا إيه يا رسول الله ده؟ في حاجة أفضل؟ في إيه العمل ده؟ قال ذكر الله تعالى، ذكر ربنا هو أفضل الأعمال وأزكاها عند الله، خير من إنفاق الذهب والفضة، خير من الجهاد في سبيل، إنك دائم تكون دائم تكون دائم الذكر لربنا. أقول لك كمان مرة، تكون دائم الذكر لربنا، مش بتذكر مرة وخلاص. ربنا بيقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله، قلت له قد إيه؟ ها شوف انتوا حافظين الآية ازاي، قال اذكروا الله ذكرا كثيرا، انك تذكر ربنا كثير، حلو قوي. ذكر ربنا يا حضرات نوعين اتنين، في ذكر عام وفي ذكر خاص. ايه الذكر العام وايه الذكر الخاص؟ ناخد بالنا الاول الذكر الخاص. يعني ايه ذكر خاص؟ يعني لو سمعت الاذان هتذكر ربنا ازاي؟ تقول لي اه ده ذكر خاص، اقول زي ما المؤذن بيقول، المؤذن بيقول الله اكبر الله اكبر، او ما انا اقول الله اكبر الله اكبر، ولا المؤذن لو قال الله اكبر الله اكبر، او ما انا اقول استغفر الله العظيم واتوب اليه، اقول لك لا، تقول لي ما الاستغفار ده حاجه عظيمه جدا، اقول لك اه بس هنا ده اسمه ذكر خاص. انا بقول لك صلي على النبي، هترد تقول ايه اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، ده اسمه ذكر خاص. اقول لك وحد الله، تقول لا اله الا الله، ده اسمه ايه؟ ذكر خاص. هتاكل ها تقول ايه؟ بسم الله، ده ذكر. ولا تقول ايه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم، لو قريت القرآن كله اقول لك لا ده ذكر خاص، لازم تقول بسم الله. انهيت الطعام تقول الحمد لله، ده اسمه ذكر خاص. طيب العشر الاول من ذي الحجة ليهم ذكر خاص غير الذكر العام. الذكر العام لسه هنتكلم عنه دلوقتي، انه ايه الذكر الخاص ده؟ انه بنيجي من فجر يوم عرفة، من فجر يوم عرفة بنكبر. يوم عرفة ده اللي هو 9 ذي الحجة، 9 و10 و11 و12 و13 ذي الحجة لحد قبل غروب الشمس. طيب بن بن بنقول الذكر الخاص ده في المساجد، يعني نصلي الفجر ونكبر، صلي الظهر ونكبر، صلي العصر ونكبر في المساجد. طيب
طب وبره المساجد بنبدأ في الذكر الخاص ده من يوم 1 ذي الحجة، من اول ما بيتقال لنا الف بركة يا جماعة، ده هل هلال ذي الحجة. بنعمل ايه بقى؟ بنكبر الذكر الخاص ده في الاماكن العامة، واحنا خارجين واحنا داخلين، واحنا داخلين السوق واحنا خارجين من السوق، اللي هو ايه الذكر الخاص؟ لله الحمد، ده اسمه التكبير. اول ما بيهل علينا هلال ذي الحجة على طول بنزين الايام بتاعتنا والاوقات بتاعتنا والاماكن بتاعتنا، وبنزين حياتنا بالتكبير. ما اجمل التكبير، نزل من بيتك، داخل بيتك، رايح الشغل، راجع من الشغل، داخل السوق، خارج من السوق، السوبر ماركت، خارج من السوبر ماركت، المول، خارج من المول، وانت ماشي في الشارع بتكبر. تركب عربيتك، تنزل مع عربيتك، تكبر. التكبير ده هنشغله من امتى؟ من 1 ذي الحجة. طب وفي المساجد؟ من يوم 9 ذي الحجة. 9 و10 و11 و12 و13 لحد قبل غروب الشمس. 13 ذي الحجة. اول ما المغرب يأذن خلاص ما فيش تكبير تاني بقى. يبقى ذكر ربنا سبحانه وتعالى قلنا نوعين، في ذكر عام وذكر خاص. الذكر الخاص اللي هو التكبير في 10 الأول من ذي الحجة. التكبير في الأماكن العامة قلنا بيبدأ من يوم 1، والتكبير في المساجد بيبدأ من يوم 9. نصلي الفجر يوم عرفة في الجامع، الناس تصلي الفجر في المسجد وتبدأ تكبر. جميل قوي. في بقى الذكر العام، معاك مصحفك، التلات أجزاء تقرأهم في ساعة، ده الطبيعي يعني. وهذاك لا، ده أنا الجزء الواحد بياخد نص ساعة، ربنا يتقبل. هذول لا، ده أنا بخلص الجزء كله في ساعة، أنا بتعب وببذل مجهود. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران. يعني واحد يقول لي انتم مشايخ بتقرأوا الثلاث أجزاء في ساعة، ده احنا الساعة دي يا دوب نجيب فيها جزئين بالعافية. انت بتاخد أجرين طالما بتتعب، أجر القراءة وأجر المشقة. شوفوا أهالينا الله يكرمهم يا رب كبار السن، بنلاقي بعض الناس، بعض أهالينا وهو بيقرأ قرآن، ولأنه المصحف يعني الكلمات فيه مثلا قد تكون صغيرة شوية، فيعمل ايه؟ بيجيب عدسة مكبرة ويقعد يقرأ يعني آية آية، سطر سطر، كلمة كلمة، وبيبذل مجهود. نقول له احنا بنبشرك بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام القائل فيه: والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق، بيتعب يعني بيبذل مجهود، له أجران. ليه؟ أجر القراءة وأجر المشقة. طب وأجر القراءة قد إيه؟ كل حرف 10 حسنات. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة ب10 أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أنا بقول لك أنت بمجرد أنك تقرأ تقول ألف لام ميم، الألف تاخد عليها 10 حسنات، واللام تاخد عليها 10 حسنات، والميم تاخد عليها 10 حسنات، فأنت خدت 30 حسنة على ألف لام ميم. ده إذا كنت بتقرأها كده. واحد تاني بيقرأ ألف لام ميم بيبذل مجهود، يعني بيبذل مجهود، مش متمارس القراءة قوي، ده بياخد أجرين. فبيبقى إذا كنت أنت هتاخد 30 حسنة واخد 60، سبحان الله. ليه كده؟ يقول لك أجران، أجر القراءة وأجر المشق. خد بالك بقى من حاجة كمان. طب أنت هتيجي تقرأ بقى، هتتغنى بالقرآن: الحمد لله رب العالمين. مش الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لا، بتتغنى بالقرآن. طب ايه ده بقى؟ النبي قال:
الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. يا سلام، ده انت هيتعمل لك مراسم يوم القيامة انك بتقرأ كلام ربنا زي ما امر ربنا. ربنا امر بايه؟ ورتل القرآن ترتيلا. ها، انك تقرأ القرآن كده بصوت جميل. واحد يقول لك انا صوتي وحش، لا يعني ايه؟ يعني هتقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. انا ما بتغناش اهو، يا عادي، بس اقرأه بطمأنينة، بتؤدة، بهدوء. شوف ازاي. والحمد الدال عليها ضمة، تبقى الحمد لله ربي العالمين الرحمن الرحيم. أراب التشكيل وأرى كويس وفسر الكلمات، مش الحمد لله، لا مش كده. ورتل القرآن ترتيلا. حلو قوي. يبقى أول حاجة حنتقرب بها إلى مولانا إلى الكريم سبحانه وتعالى في العشر الأول من ذي الحجة هي أعظم العبادات قدرا عند الله وذكر ربنا. حلو، قلنا ذكر ربنا نوعين، ما ننساش ذكر خاص وذكر عام. ذكر عام ده إنك بتذكره في أي وقت زي تلاوة القرآن تقرأها. والذكر الخاص عرفنا إن فيه تكبير حنقوله، جميل. إيه تاني؟ لو سألنا ربنا سؤال قلنا له يا رب، قل إحنا يا رب إحنا بنحبك، يا رب إحنا بنحبك، يا رب إحنا عبادك، إحنا صحيح مقصرين، إحنا صحيح خطائين، كل ابن آدم خطاء، إحنا صحيح يا رب إحنا مذنبون. طب قل لنا أجمل حاجة نتقرب إليك بها، إحنا عايزين نتقرب ليك يا رب. ربنا بيقول لنا إيه؟ وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. بنقول عايزين نتقرب ليك يا رب، قال أحسن حاجة تتقربوا لي بيها، قلنا له آه، قال اللي أنا فرضت عليكم. يعني إيه اللي فرضوا علينا؟ يعني الصلاة الخمس، مش دي مفروضة علينا؟ نؤديها كما ينبغي على الوجه الأمثل. يا حضرات، الصلاة اتباع واقتداء وتلقي. الصلاة احنا تعلمناها من النبي اللهم صل عليه، ما جات لناش في الكتب يعني اعمل كذا واعمل كذا، لا 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 لا، مش بس كده. ده قال ايه؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. يعني هو صلى قدام الصحابة وعلمهم يصلوا ازاي، واللي كان بيغلط منهم في صلاته كان بيوجهه. والراجل حديث المسيء في صلاتي، الراجل اللي دخل الجامع وصلى وبعد ما صلى راح سلم على سيدنا النبي، فالنبي رد عليه السلام اللهم صلي عليه وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الراجل كان بيصلي غلط وبيصلي بسرعة، فراح صلى ورجع تاني سلم على النبي، النبي رد عليه السلام قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي للمرة التانية. راح صلى ورجع تالي، النبي رد عليه السلام وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاث مرات. أما الراجل كان بيعمل ايه؟ كان بيصلي بس مش صلاة كما يحب ربنا ويرضى. فالراجل قال له يا رسول الله أنا لا أحسن غير هذا فعلمني. الحديث ده بنقول عليه حديث المسيء في صلاته. فالنبي علمنا الصلاة، علمنا ازاي نتوضى، وعلمنا ازاي نسبغ الوضوء، وعلمنا ازاي نستقبل القبلة، ولما اجي ارفع يدي حذو المنكبين واقول الله اكبر تكبيرة الاحرام، وبعدين اقرأ الفاتحة بطمأنينة، وبعدين اقرأ ما تيسر من القرآن، وبعدين قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا. الركوع يبقى فيه طمأنينة وخشوع، وبعدين ثم ارفع من الركوع، طبعا اقول سبحان ربي العظيم والاذكار اللي معروف، وبعدين سمع الله لمن حمد، قال حتى تطمئن، وقف اعتدل، اتنيني واقف، اقول سمع الله لمن حمد، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، في زيادة اللي عايز يزود وفي اللي عايز يكتفي بهذا القدر، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، يبقى في طمأنينة وخشوع في السجود، وبعدين ارفع من السجود اللي هي الجلوس ما بين السجدتين حتى تطمئن جالسة، اقعد حتى اطمئن،
ثم اسجد اللي هي السجدة الثانية حتى تطمئن ساجدا. أدي ركعة كاملة هي. قال له ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. شوف، عايز تتقرب إلى ربنا في العشر أول من ذي الحجة، ظبط صلاتك، ارفعوا الشعار ده، عايزين نضبط صلاتنا. والله يا حضرات المستمعين والمستمعات الأكارم والكريمات الأفاضل والفضليات، والله لو صلتنا الصلاة بتاعتنا انضبطت حياتنا هتنضبط. إذا استقامت صلاتنا حياتنا هتستقيم. إذا اطمأنينا في صلاتنا هنبقى في حياتنا مطمئنين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، والذكر ربنا له عنوان اسمه الصلاة. ربنا قال وأقم الصلاة لذكري. فده أمر مهم جدا، إن الصلاة بتاعتنا لو انضبطت حياتنا كلها هتنضبط. الصلاة هي مصدر الراحة. ده النبي بيقول لبلال المؤذن، بلال ابن رباح مؤذن الرسول، بيقول له أرحنا بها يا بلال، ريحنا بالصلاة. ايه من الصلاة عشان نصلي يا بلال؟ انها مصدر الراحة، مصدر الطمأنينة، مصدر الامن، مصدر الامان. يبقى نعيد تاني، في العشر الاول من ذي الحجة هنذكر ربنا، جميل، في ذكر ربنا في الصلاة. ربنا بيقول واقم الصلاة لذكري، وربنا بيقول ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه. بيقول يا جماعة صلاتنا محتاجة إعادة ضبط، صلاتنا محتاجة مراجعة. لأنه إزاي الإنسان يخش المسجد، يدخل المسجد ومتوتر وقلقان ويصلي، وزي ما دخل زي ما يطلع؟ بالعكس، المفروض إنك بتدخل الصلاة تطلع شخص تاني. لو ده ما حصلش راجع الصلاة بتاعتك من أول. الوضوء، الوضوء في حاجة؟ لا، الوضوء تمام. استقبلت القبلة، استقبلت القبلة، كبرت تكبيرة الإحرام، رميت الدنيا ورا ظهري وكبرت تكبيرة الإحرام، كلمت ربنا وقلت له إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، طلبت منه الهداية، صح؟ ركعت قلت له سبحان ربي العظيم، أنت المنزه يا مولانا عن كل نقص، قلت سمع الله لمن حمد، ربنا يسمع الحامدين الشاكرين، فقلت له ربنا لك الحمد، خرجت كلمة الحمد مدوية من أعماق قلبي. حصل كده فعلا، سجدت. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. شكيت لربنا همي وأنا ساجد، قلت له فرج عنا ما نحن فيه، قلت له خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، قلت له لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، قلت له أسألك يا رب الأنس بقربك. تخيل تقول له أسألك الأنس بقربك، أقرب لك يا رب، أقرب، أسألك القرب يعني، واستجاب الله. هتطلع من صلاتك دي شكلك إيه؟ هتطلع إنسان تاني. إذن الصلاة، نركز جدا يا حضرات في الصلاة وأداء الصلاة على الوجه الأمثل. وبنقول لشبابنا هو اللي سمعني دلوقتي، الصلاة تؤديها حيث ينادى بها، بتقال حي على الصلاة، حي على الفلاح، انهض أيها المؤمن، انهض للنجاح والفلاح والصلاح والفوز، روح صلي في المسجد. فمن غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. بقلنا نقطة واحدة في مسألة الذكر ديت، عشان إلى حد ما يبقى أنا اتكلمت عن الموضوع باختصار شديد ولمينا كل الجوانب بتاعت. يبقى قلنا أحب الأعمال وأقوى الأعمال وأفضل الأعمال اللي بنتقرب بها لربنا ان احنا نذكر ربنا، وقلنا الذكر نوعين، في ذكر عام وفي ذكر خاص، جميل. اخر حاجة عايز اقولها، واحنا برضو قلنا ذكر ربنا لازم يبقى كتير، يا الذين امنوا اذكروا الله ذكرا، قلت له ادي، قال لي كثيرة. اهم حاجة بقى كمان ناخد بالنا منها يا حضرات،
لما تيجوا تذكروا ربنا، والنبي ركزوا في المعلومة دي وفي الجملة دي وقولوها لبعض، وروح النهاردة قولها لحبايبك. ذكر ربنا مش باللسان بس، ذكر ربنا احنا عايزين يبقى باللسان والقلب معا. وانت بتقول الحمد لله لازم تحس بقلبك فعلا الحمد لله، احنا في نعم. وانت بتقول سبحان الله، انت سبحان الله تنزيه لربنا، لازم تبقى بقلبك عارف ان ربنا ما ظلمكش، وانه اللي بيحصل في الدنيا من ابتلاءات للمؤمنين انه مش انك هين على ربنا، مش انك واحد يقول لك اصل انا ما اسويش حاجه عند، لا انت غالي عند ربنا، انت عبد من عباد ربنا، انت صنعة ربنا، انت خلق ربنا سبحانه وتعالى، انت الانسان، انت المكرم اللي ربنا كرمك، قال ولقد كرمنا بني ادم. فالقران يقول لي في سوره الكهف اللي احنا قرناها النهارده يوم الجمعه، يقول ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا. خلي قلبك مع لسانك يذكر ربنا، وانت بتذكر ربنا وانت بتقرا قران وانت بتصلي قلبك يضطرب خوفا من الله وشوقا الى الله. قال تعالى انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وانت بتذكر ربنا قلبك بيضطرب، قلبك بيهتز. تخيل انك تتعامل مع مجتمع بيخاف ربنا، هتصبح الصبح تلاقي المجتمع ده يرحم بعضه بعضا ويعطي بعضه بعضا ويكرم بعضه بعضا، تلاقي المجتمع شغوف بيخاف كله بيخاف على كله، الناس بتخاف ربنا. فمن خاف الله حافظ على الناس، فمن خاف الله أكرم الناس. فده أمر مهم جدا. يبقى حنذكر ربنا وحنكثر من ذكر ربنا، وتركز قوي وانت بتذكر ربنا انه القلب كمان هو كمان يذكر ربنا. فذكر الله مش بس باللسان، لا باللسان والجنان. اللسان معروف والجنان هو القلب. اسمحوا لنا مستمعينا الكرام نطلع لفاصل، ونرجع لكم بعد الفاصل نكمل ما هي أحب الأعمال إلى الله في العشر الأول من ذي الحجة. ابقوا معنا أكرمكم الله. انتوا لسه مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. مستمعينا الكرام أجدد لحضراتكم التحية. سيقدم علينا إن شاء الله وسنستقبل بمشيئة الله العشر الأول من ذي الحجة. ربنا يبلغنا وإياكم العشر الأول من ذي الحجة. اللهم أهل علينا هلال ذي الحجة بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى. اللهم اجعله هلال خير ورشد وبركة يا أكرم الأكرمين، وارزقنا جميعا حج بيتك الحرام وزيارة حبيبك عليه الصلاة وأزكى السلام. حنستقبل الأيام الأول من ذي الحجة، وقلنا هنرفع شعار التكبير وذكر ربنا سبحانه وتعالى، كل أنواع الذكر، الذكر العام والذكر الخاص. بنهتم بصلاتنا وبنركز قوي في صلاتنا، الخشوع والخضوع لربنا سبحانه وتعالى. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وانت بتذكر ربنا ركز باللسان والقلب، الاثنين يتواطؤوا مع القلب. عشان كده قيام الليل ربنا قال إن ناشئة الليل، اللي قيام الليل يعني، هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. ليه أشد وطئا وأقوى مقيلة؟ لأنه بالليل بتحس أنه
اللي بيقولوا اللسان القلب بيبقى موافق عليه، بيبقى مركز فيه، انما بالنهار اللسان بيقول حاجة والقلب مركز في حاجة تانية. القلب مركز فلان مستنيك، الحق المدير عايزك في مكتبه، الحق مش عارف مين واقف بره، الحق عشان تخلص بسرعة، يلا عشان تلحق الميعاد بتاعك. بالنهار بيبقى فيه شواغل، ده بيأثر على أدائك. إنما الإنسان المؤمن لا، الإنسان المؤمن بيركز قوي وهو بيذكر ربنا سبحانه وتعالى. طيب إحنا عارفين خلاص هنذكر ربنا في العشر الأول من ذي الحجة. في حاجة تانية عارفين، إنه جاء وورد عن بعض نساء النبي عليه الصلاة والسلام إنه النبي كان يصوم 9 ذي الحجة. الصيام عبادة جميلة جدا، وربنا قال كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به. الصيام ده لأنه الإنسان يترك طعامه وشرابه وشهوته لأجل الله، عبادة من أقوى العبادات. النبي قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له، يعني لا مثيل له، فحنصوم. طيب الصيام بقى ده في ذي الحجة شكله إيه؟ أو أول حاجة لازم تركز فيها إنه النبي قال إن صوم يوم عرفة، طبعا لغير الحاج، الناس اللي قاعدة اللي ما سافرتش الحج يعني، صيام يوم عرفة النبي قال أحتسب على الله إنه بيكفر سنتين. يا قوة الله، يا لسعة كرم الله وفضل الله، يوم واحد صيامه يكفر سنتين. يكفر سنتين، سنة قبله وسنة بعده، ده كرم كبير. فالناس هتحرص على صيام يوم عرفة. واحد يقول لك بصوا ما تطلبوش مني اكتر من اليوم ده، يا سيدي جزاك الله خيرا وربنا يتقبل طاعتك. جي واحد قال لا انا الحمد لله اقدر اصوم، خلاص هتصوم من يوم واحد لحد يوم 9. خد بالك يوم 10 ذي الحجة صومه حرام لانه يوم عيد. 10 و11 و12 و13 ذي الحجة يحرم صيامهم. 10 ده يوم العيد، و11 و12 و13 اسمهم ايام التشريق، بيدخلوا في ايام العيد برضو وبنكبر فيهم، دول يحرم صيامهم. يبقى انت هتصوم من يوم واحد ليوم 9 اذا ربنا سبحانه وتعالى اعانك. واحد قال لا ما اقدرش اصوم كل ده، انا ممكن اصوم يوم ويوم كده وهركز على عرفة. يا سيدي ربنا يتقبل، ما لا يدرك كله لا يترك جله، اللي ما تقدرش تعمله كله ما تسيبوش كله، اعمل اللي تقدر عليه. يبقى تاني حاجة هنركز فيها يا حضرات الصيام. رقم 3، في عبادات مخصوصة في هذه الأيام، قلنا زي التكبير عبادة مخصوصة. زي ايه كمان؟ زي الأضحية. ده الأضحية دي حاجة عظيمة جدا. النبي قال ايه؟ اللهم صل عليه، ما عمل ابن آدم يوم النحر من عمل أحب إلى الله من إراقة الدم. الأضحية، الأضحية دي يا حضرات بتبدأ من يوم العيد بعد الصلاة. يعني نصلي العيد، احنا بنصلي عيد الأضحى بنروح مع الجامع او بنروح الساحات نصلي عيد الأضحى مع الإمام ونرجع نذبح الأضحية. فصلي لربك وانحر، نصلي العيد الأول بعدين نذبح الأضاحي بتاعت. النبي بيقول ايه؟ اللهم صلي عليه، أول ما نبدأ في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا. يبقى عمل أضحية فعلا. ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. يعني قبل اللي يذبح قبل صلاة العيد دي ما اسمهاش أضحية، اسمها صدقة، اسمها هدية، اسمها عناية، سميها أي سميها زي ما تسميها. شوف ازاي. طيب يبقى من هدي رسول الله ومن سنة رسول الله ان احنا نصلي العيد ونروح نذبح الاضاحي. الصحابة سألوا النبي اللهم صل عليه يعني الاضحية، ايه الاضحية دي يا رسول الله؟ يعني ايه اصلي العيد ونرجع نذبح اضاحي؟ اللي يذبح خروف، اللي يذبح معزة، اللي يذبح كبش، اللي يذبح بقرة، اللي يذبح جمل، اللي يذبح ناقة، ايه ده؟ ايه الاضاحي دي يا سيدنا النبي؟ ليه يعني؟ قال سنة ابيكم ابراهيم، شعيرة من الشعائر،
مش ربنا بيقول في القرآن لكل أمة جعلنا منسكا؟ ده نسك، شعيرة من الشعائر. زي مش كل بلد وليها علم صح، وليها عملتها صح. احنا ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين، احنا عندنا المسلمين لنا شعائر، الأذان شعيرة من الشعائر. شوف ربنا يقول ايه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فاحنا عندنا من الشعائر الأضحية، سنة أبيكم إبراهيم. طيب طب هاخد ثواب عليها؟ طيب يعني طب فما لنا بالأضاحي يا رسول الله؟ يعني ايه اللي هناخده من وراها؟ يعني ايه اللي هنكسبه؟ يعني ايه اللي هنستفيده؟ قال بكل شعرة حسنة. قالوا فالصوف منها يا رسول الله، يعني الشعر ده مثلا لما تيجي تقول لي والله انا بذبح بقرة بيبقى ليها شعر، تقول لي انا بذبح معزة، المعزة ليها شعر، طب انا بذبح نعجة او خروف، ده صوف. النبي بيقول بكل شعرة حسن. قالوا طب فالصوف منها يا رسول الله، قال بكل شعرة من الصوف حسنة. شوف والنبي يا حضرات ضحى، صلى العيد عيد الأضحى بالصحابة، وبعدين رجع ضحى بكبشين أقرنين أملحين، جاب كبشين كبار قوي، الكبش اللي هو الذكر بتاع الضأن بتاع الخروف يعني، كبشين أقرنين كل واحد له قرن كبير كده، قرنين كبار أملحين ما شاء الله، اللي هي الكباش العربية الجميلة ديت. جاب واحد قال اللهم إن هذا من محمد عن آل محمد، بيضحي عن أهل بيته، بسم الله الله أكبر. وجاب الثاني اللهم إن هذا من محمد عن أمة محمد، اللهم تقبل، بسم الله الله أكبر. يعني شوفوا شوف النبي بيحبنا قد ايه. طب جميل قوي، بقى احنا عندنا حاجة اسمها أضحية بنذبحها بعد صلاة العيد. لحد امتى؟ صلاة العيد دي يوم 10 ذي الحجة، مع بعد شروق الشمس، بعد الشمس ما تشرق بقدر يسير كده حوالي 20-25 دقيقة بنصلي عيد الأضحى، ونذبح الأضاحي بقى يوم 10-11-12 لحد 13 ذي الحجة قبل غروب الشمس، أي وقت في الوقت ده اسمها أضحية وثوابها عظيم جدا. والنبي عليه الصلاة والسلام ضحى وأوصانا إن احنا نضحي، وقال لنا إنها سنة أبيكم إبراهيم. عايزين بقى ناخد بالنا من حاجة مهمة جدا، بعض الطقوس المستحبة، ركزوا معايا في كلمة المستحبة دي، بعض الطقوس المستحبة. النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان له ذبح يذبحه، اللي خلاص نوى يضحي السنة دي، فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. يعني والله أنا نويت أعمل أضحية السنة دي، نقول لك طيب آخر يوم في ذي القعدة قبل غروب الشمس قص ضوافرك وزبط شعرك، عشان يستحب انك ما تجيش ناحية ضوافرك ولا شعرك لحد ما تذبح الأضحية. تمام كده؟ ده على وجه الإلزام؟ لا، يعني لازم مش لازم، أمال إيه؟ على وجه الاستحباب، يعني لو بإمكانك. هيجي واحد يقول لي لا أنا مش بإمكاني، أنا راجل شيف، أنا طباخ ولازم ضوافري يوميا تبقى قصيرة. خلاص يا سيدي أثر ضوافرك فاش حاجة، ما تأثرش على أضحيتي؟ لا ما تأثرش. ما تقللش ثوابي؟ لا ما تقللش ثوابك. ما تقللش ثواب الأضحية؟ لا ما تقللش ثواب الأضحية. ختاما بقى في الأضحية، عشان نبقى خلصنا كمان ايه ملف الأضحية، بقى احنا عرفنا ملف الذكر، وعرفنا ملف الصيام من افضل القربات الى الله، وحنصوم يوم عرفة لانه صيام ويكفر سنتين، وعرفنا ملف الأضحية ودي حاجة عظيمة جدا الأضحية. هنضحي ازاي؟ ربنا قال 8 أزواج، من الضأن 2 ومن المعز 2، وبعد شوية من البقر 2 ومن الإبل 2. ايه الموضوع ده يا حضرات؟ يعني احنا بنضحي من بهيمة الأنعام. هتقرأ كده في سورة الحج كلمة بهيمة الأنعام. ايه بهيمة الأنعام؟ من الضأن الجديان
والمعيز والخرفان والنعاج. واحد يقول انا هذبح نعجه، اذبح، هذبح خروف، ماشي، هذبح جدي او بنقول تيس، هذبح معزه، اي حاجه من دي تجزئ الذبيحه الواحده عن البيت الواحد. يعني حضرتك بتذبح عنك وعن اهل بيتك زي الفل. خش على اللي بعده. عندنا البقر والجاموس. من البقر فيه الذكر والانثى، والجاموس فيه الذكر والانثى. اذبح اي حاجه منهم؟ اذبح اي حاجه، حاجه كبيره كده حلوه منهم، دي تجزئ عن سبعه. يعني ايه؟ يعني ممكن سبع بيوت، سبع اشخاص، انا وميدو ومحمد وخالد وابراهيم، نجمع سبعه ونقول تعالوا يا جماعه نشترك في عجل كبير، نذبحوا احنا السبعه، يبقى بالنسبه لكل واحد اضحيته، وكل واحد ياخد السبع، ياخد نصيبه في الايه، في العجل ده. طيب الابل كذلك، الابل مجموعه كده سبعه، يجي يقول لك احنا هنجيب جمل ونذبحه زي الفل. طلع واحد قال لا انا هشيل عجل لوحدي، يا سيدي الف بركه. اتنين قالوا لا احنا هنشيل عجل لوحدنا. اربعه، خمسه، سته، سبعه، لحد سبعه. طب جم تمانية قالوا احنا هنشترك في عجل، نقول لهم لا هو اخره سبعة. تمام كده؟ طيب خلصنا، يبقى احنا عرفنا هنذبح من ايه، والاضحية تجزئ عن البيت الواحد. جميل، بقلنا نقطتين فيها. ينفع اوكل حد؟ يعني اتصل بالمؤسسة الخيرية الفلانية اقول لهم انا عايز اشتري صق اضحي من عندكم؟ ينفع. اصلا انا ماليش في قصة الذبح، وهروح فين ومش هلاقي جزارين يوم العيد، وانا راجل كبير وما اعرفش حد. خلاص يا حاج ولا تزعل، في مؤسسات دلوقتي بتتصل بيها تقول لها انا عايز صك اضحية بكام؟ بألفين، تلاتة، خمسة، اربعة، زي ما يبقى. وكمان ايه؟ هيبعتوا لك نصيبك من الاضحية، تسعة كيلو، عشرة كيلو، اربعتاشر كيلو، زي ما يبقى. اعمل كده عادي زي الفل وربنا يتقبل. يبقى الوكالة جائزة في مسألة الاضاحي. اخر نقطة، سواء ذبحنا او وكلنا حد يذبح وجاب لنا اللحمة، هنعمل ايه في اللحمة دي؟ اخد الاضحية كلها ليا، ولا اقسمها تلات تلات، ولا اقسمها اربعة تربع، ولا اقسمها نصين؟ بص يا ابن الناس، الاضحية عندك تكفي اهل بيتك وتهادي بيها وتدي الناس الفقراء على حسب التوزيع. بقى هنفترض ان انا واهل بيتي ذبحت خروف واحنا ملناش اصلا في الضاني، فخدت منه كيلو كده ولا حاجة ولا اتنين كيلو، من باب يعني ان انا اكلت من الاضحية بتاعتي سنة يعني، والباقي وزعته على الفقراء والمساكين. لا جيت اقول طب انا هاد اخويا، جيت هبعت لاخويا لقيته دابح، هو كمان ذبح اضحية. قلت ابعت لاختي هدية، لقيتها هي كمان ذبحة. قلت طب ابعت لابن عمي، لقيته ذابح. طب ابعت لابن خالي، ذابح. طب انا يعني ناس عندها لحمة هتدي ناس عندها لحمة، ونسيب ناس ما عندهاش لحمة؟ فممكن واحد يقول لك الاضحية كلها انا اطلعها للفقراء. اقول له طب وانت واهل بيتك اللي ماليش فيها؟ خلاص براحتك. طب قرايبك يقول لي اغنى مني، عندهم دبحين، مفيش اي مشكله. في ناس يقول لي لا يعني اصل الناس متخيله ان في الاضحيه لازم التلت والتلت والتلت، لازم تلت ياخده ولازم تلت يهادي بيه ولازم تلت يديه للفقراء والمساكين. لا، قضيه التثليث ديت ليست لازمه، المهم شوف المصلحه قدامك ايه واعملها. المهم ان دي سنه ابيكم ابراهيم، ان ربنا يكرمنا ويعنا ونقتدي برسول الله في هذه السنة العظيمة. نطلع لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم، ابقوا معنا أكرمكم الله. انتوا لسه مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. مستمعينا الكرام، أجدد لحضراتكم التحية. اوعوا تنسوا إن شاء الله يهل علينا هلال ذي الحجة، زينوا هذه الأيام العظيمة بالتكبير، زينوا
هذه الأيام المباركة بالتكبير، هنذكر ربنا فيها كثيرا، هنصوم إن استطعنا. اللي يقول لك أنا ما بقدرش أصوم عشان شغلي والكلام ده، أقول له طب ركز على يوم عرفة، إن صوم يوم عرفة يكفر سنتين، بيكفر سنتين، سنة قبله وسنة بعده. وعرفنا كمان هنركز قوي، عندنا سنة جميلة وعظيمة النبي قال عنها سنة أبيكم إبراهيم اللي هي الأضحية. وعرفنا إن الأضحية بتبقى من بهيمة الأنعام، يعني واحد يقول لي ينفع أضحي بديك رومي؟ نقول له ما ينفعش، أصلا أنا هعمله للي أنتوا مالكوا بقى أنا وربنا. يا سيدي أنت لو جبت كتكوت وتصدقت بيه اسمه صدق هتؤجر عليها، إنما ما اسموش أضحية. أنت عملت عمرة اسمها إيه؟ عمرة، هتاخد ثواب العمرة، أقدر أسميها حج؟ مالكوش دعوة أنا وربنا. يا ابن الحلال كل حاجة في مكان، أنت صليت الظهر أقدر أقول عليه عشاء؟ تقول لي مالكش دعوة، ربك رب قلوب، ربنا غفور رحيم. يا ابني اسمه ظهر مش عشاء، الظهر حاجة والعشاء حاجة، واضح يا حضرات؟ يعني لو واحد تصدق راح اشترى كيلو لحمة من عند الجزار، كيلو وتصدق بيه، أقول له أنت عملت صدقة، ربنا يتقبل، والصدقة دي بالمناسبة ممكن تدخلك الجنة. إنما الكيلو لحمة ده اسمه أضحية؟ ما اسمهش أضحية. يقول لي مالكش دعوة أنا وربنا. يا سيدي ما أنا عارف، ما النبي اللي علمنا كده. في بعض الناس منشف دماغه كده. يا سيدي يا سيدي ده نسك، دي عبادات بنأديها زي ما النبي علمنا. وأنا عايز أقول لك على حاجة، لو جبت ربع كيلو لحمة وتصدقت بيه بيكتب لك صدق، وقلت لك ممكن يكون سبب في دخولك الجنة، ده إحنا مش مختلفين فيه. إنما اللي إحنا عايزين نسميه اسمها أضحية تبقى من بهيمة الأنعام. يعني القرآن قال كده وسماها كده في سورة الحج، قال من بهيمة الأنعام، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وعرفنا إيه بهيمة الأنعام المقصود بها، جاء الحديث عنها في القرآن برضو في سورة الأنعام، عندنا سورة اسمها سورة الأنعام، الثمانية أزواج، هم ثمانية، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، وبعد شوية قال من البقر اثنين ومن الإبل اثنين، من الإبل اثنين ومن البقر اثنين، اثنين واثنين يبقوا أربعة، والضأن اثنين يبقوا ستة، والمعز اثنين يبقوا كده تمانية. عندك تمن أنواع، عندك خروف ونعجة ومعزة وجدي كده كده أربعة، وعندك في الجمال عندك الجمل والناقة يبقى كده ستة، وعندك في البقر الذكر والأنثى البقر والجمل يبقى كده تمانية. عايز تضحي بأي حاجة من دول، وعرفنا الطريقة بتاعتها، وعرفنا كمان طريقة التوزيع. الأمر متروك للمصلحة، إيه المصلحة بتقول إيه؟ واحد يقولك أنا الحمد لله أصلا ده الدكتور مانعنا كل لحمة، شوف إزاي. طب هيودي الأضحية فين؟ أقول له خلاص هادي بيها حبايبك ودي الناس الفقراء، المهمك تطلع تنزل الناس الفقراء ليهم نصيب عندك، ده أمر مهم جدا يا حضرات. طيب هنعمل إيه تاني في العشر الأول من ذي الحجة، أو ما هي أحب الأعمال إلى الله اللي نقدر نعمل؟ إحنا هنذكر ربنا أنا الليل وأطراف النهار، وحنأدي صلواتنا كما ينبغي، وحنصوم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وهنركز قوي على صيام يوم عرفة. طيب رقم ثلاثة هنركز قوي في حكاية الأضحية بتاعتنا، سنة أبيكم إبراهيم، وممكن نوكل لو أنا ماليش طاقة أن أنا أروح أشتري وأدبح والقصة دي كلها، عظيم. أعمل إيه كمان؟ بصوا يا حضرات، لما تيجي تبحث في القرآن الكريم عن أبواب الخير أو عن الأمور التي يتقرب بها العبد إلى ربنا، هتلاقوا من الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبها جدا جدا، والحاجة ديت أنت يوم القيامة
هيجي هتيجي يوم القيامة مكانتك أو وضعك يوم القيامة مرتبط، ها خد بالك من اللي جاي ده، وضعك يوم القيامة ومكانك مرتبط بصدقتك. يحشر الناس يوم القيامة، كل إنسان يحشر في ظل صدقته. يا سلام، يعني هتيجي صدقتك هي مجهزة لك المكان بتاعك ومظبطة لك الدنيا، الصدقة بتاعتك. اقرأ معايا كده في آخر الصورة رقم 63 في المصحف، ربنا يقول وأنفقوا مما رزقناكم، من كل اللي ربنا رزقك منه، رزقك علم انفق منه، رزقك مال انفق منه، رزقك جاه انفق منه، من اللي رزقك، رزقك ثمرة انفق من الثمرة، رزقك فلوس انفق من المال، من اللي رزقك، وانفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. بيقول لك ده لما يجي ملك الموت، الإنسان اللي حيموت ده بيبقى له أمنية واحدة، بيتمنى أنه يتأخر ملك الموت شوية، يقول يا رب لولا أخرتني إلى أجل قريب، ليه؟ هتعمل إيه لو أخرناك؟ قال فأصدق. ما قالش لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصلي فأعتمر، شوف فأعمل فأقرأ قرآن، كل ده خير، كل ده عظيم. قال لك اشمعنى قال فأصدق؟ قال لك لأنه الإنسان لما بيجي يموت، ربنا قال فكشفنا عنك غطاءك، حيشوف الملائكة وحيشوف مكانه في الآخرة، فلما حيشوف ده حيشوف عظم الصدقة وثواب الصدقة، فيعرف أن الصدقة دي عظيمة جدا عند ربنا، فحيتمنى أنه ملك الموت يأجله ويأخره في الدنيا عشان يتصدق. شوف يعني الصدقة دي حاجة خطيرة جدا، حاجة عظيمة. يبقى أنت مهمتك برضو في العشر الأول من ذي الحجة اديها صدقات على قد ما تقدر. يا جماعة ركزوا معايا، الله يكرمكم، ربنا بيقول في القرآن ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. المفلح اللي ما يبقاش شحيح، طلع ده ربنا بيقول عبدي أنفق ينفق عليك، تصدق، راضي الناس، اكرم الناس من غير حساب. انت عارف ان في سبعة، مش احنا قلنا الانسان هيجي يوم القيامة في ظل صدقته، عارف ان في سبعة ربنا هيظلهم بظل يوم لا ظل الا ظله، هيبقوا في ظل الله. منهم رجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه، تصدق لدرجة بيخبي الصدقة لدرجة ان ايده الشمال ما تعرفش الصدقة اللي عملتها ايده اليمين. يبقى اكثروا من الصدقات. انا عايز اقول لحضراتكم لمن لا يعلم، في ناس مكروبة، في ناس فقراء قوي، في ناس مش لاقية تاكل، طلع وراضي الناس من واحد ذي الحجة، ابدأ طلع طلع. هديك مثال بسيط خالص وركز قوي في المثال ده. يوم عرفة النبي قال عنه ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، ده اسمه يوم العتق، ربنا بيعتق ناس من النار كتير جدا 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 في يوم عرفة. اتفقنا؟ اتفقنا. في واحد من الصحابة اسمه حكيم ابن حزام، اسمه ايه؟ حكيم ابن حزام. عمته ستنا خديجة بنت خويلد، ايه رأيك بقى؟ حكيم ابن حزام ده كانت دار الندوة بتاعت قريش، اللي مجلس الشعب بتاعهم يعني، كانت ملكه هو. أسلم سنة 9 هجرية، سنة 8 هجرية في عام الفتح، أسلم سنة 8 هجرية، الحج فرض سنة 9، وراح بقى يحج حكيم ابن حزام بقى وتعود يحج. عارف حكيم ابن حزام كان بيعمل ايه؟ رقم واحد باع دار الندوة اللي كانت ملكه وتصدق بثمنها. قالوا له ايه ده يا اخي، تبيع مكرمة ابائك واجدادك؟ قال ذهبت المكارم كلها الا التقوى، ان اكرمكم عند الله اتقاكم، مش اكثركم مالا او جاها او حسبا او نسبا او سلطانا.
فالراجل بيتصدق كان يجي يوم عرفة يجيب الجمال ويذبح ويجيب عبيد يشتريهم بحر مالي أيام ما كانت الناس بتباع وتشترى ويعتقهم من يعتقهم وبعدين يدعي ربنا ويقول له يا رب أهؤلاء عتقاء عبيدك حكيم أنا يا رب أعتقت العبيد دول ابتغاء وجهك فأعتق رقبتي من النار. احنا عندنا تحدي يا حضرات عايزين ننال العتق من النار نعمل ايه؟ اعتقوا رقاب الناس. ربنا يقول فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يوم ذي مسغبة يعني يوم شديد المجاعة في أزمة في مشكلة في الأسعار. أكلوا الناس أطعموا الناس اكس الناس راضي الناس عالج الناس يا بختك ويا سعدك ويا هناك عند ربنا سبحانه وتعالى. يبقى نركز قوي في العشر الأول من ذي الحجة في الصدقات. خلونا نطلع لفاصل ونرجع لكم بعد الفاصل بمشيئة الله. ابقوا معنا أكرمكم الله. انتوا لسه مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله. مستمعينا الكرام أجدد لحضراتكم التحية وكل عام وحضراتكم بخير. نحن في انتظار العشر الأول من ذي الحجة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا جميعا هذه الأيام المباركة وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وعرفنا حاجات مهمة جدا، هنرفع شعار الذكر ان احنا نذكر ربنا سبحانه وتعالى، وعرفنا انه احنا هنصوم لانه من افضل الاعمال الى الله الصوم، وعرفنا من كان له ذبح يذبحه اللي عنده اضحية فاذا اهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من اظفاره شيئا حتى يضحي، وده على وجه الاستحباب يعني مش الزام. يعني لو جه واحد عنده اضحيه وبيقص ضوافره كل يوم من ذي الحجه ويظبط شعره فاش اي مشكله خالص. وعرفنا ان احنا هنركز قوي في الصدقات ونعطي الناس ونطعم الناس وناكل الناس ونساعد الناس ونعالج الناس. خير الناس انفعهم للناس. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من احب الناس الى الله قال انفعهم للناس. أحب ناس لربنا اللي بينفعوا الناس. شوف اللي قدامك محتاج إيه، محتاج تفهمه حاجة أقعد ذاكر له فهمها له، محتاج تعالجه عالجه، محتاج علاج عالجه، محتاج كسوة قدم له الكسوة، محتاج غذاء قدم له الغذاء. كن عونا للناس والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وسيدنا النبي علمنا والحديث في البخاري من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. أخيرا أيها الأحباب، عمل مهم جدا يزين كل هذه الأعمال. مش احنا بنسأل عن أحب الأعمال إلى الله؟ حلو قوي. إيه أحب الأعمال؟ إيه خير الأعمال؟ الاعتدال خير الأعمال. يعني إيه؟ يعني ما تخليش حاجة تضيع حاجة. بمعنى أنا دلوقتي عايز هروح أصلي في المسجد، حلو، رايح أصلي الظهر، يعني أروح أصلي الظهر أقعد ساعتين في الجامع وأضيع مصالح الناس؟ ربنا ما قالش كده. الاعتدال خير الأعمال. يعني زي طالب الثانوية العامة كل حاجة مذاكرها، مش يقعد يذاكر فيزياء طول اليوم ويسيب الكيمياء، مش يقعد يذاكر كيمياء طول اليوم ويسيب الأحياء، مش هيذاكر أحياء طول اليوم ويسيب الرياضة، مش هيذاكر رياضة طول اليوم ويسيب الإنجليش واللغة الأجنبية. لا، نقول له الاعتدال خير الأعمال. كل حاجة كل حاجة تعمل منها، عندك ذكر شغال فيه كويس ناجح فيه، تبقى ناجح في ذكر الله وناجح في الصيام وناجح في الصدقة وناجح في بر الوالدين وناجح في صلة الرحم وناجح في حسن الجوار. يعني مش عشان تشتغل تضيع صلاتك، مش عشان تصلي تسيب شغلك، مش عشان تصوم تقول لا ما حدش كلمني
انا ابعدوا عني السعادة، انا صايم. قال لي يعني وانت عشان تصوم تعطل لنا الشغل؟ لا، احنا عايزين الاعتدال في كل شيء يا حضرات. الاعتدال خير الاعمال. في العشر الاول من ذي الحجة، هل الشرع الشريف امرنا ان احنا ما نندمجش في المجتمع؟ قال لنا نسيب شغلنا؟ لا، اشتغل واذكر رب. خليك بصوا من الاخر يعني، خليك زي ما شاء الله لا قوة الا بالله، زي المسلمة المرأة الجميلة الشطرة، تلاقيها ناجحة في كل حاجة، زوجة ناجحة، ام ناجحة، مدرس ناجحة، بتعمل كل حاجة الله يعينها، بتحمي وتلبس وتأكل وتذاكر وتودي دروس وتودي النادي وتنظف تعمل كل حاجة كل حاجة كل حاجة. شفت الست الشطرة؟ ما شاء الله ما شاء الله، شطرة في كل حاجة، كل حاجة عندها مترتبة. اقول ايه دي ما شاء الله بتعمل كل ده كل ده؟ عندها اعتدال. مش مثلا هي عايشة زوجة فنسي الامومة، او عايشة ام فنسي الحياة الزوجية وانها ازاي تتزين لزوجها. لا، بتعمل كل حاجة. لا وايه، وتلاقيها ميكانيكي، اي حاجة في العربية تعملها بالمرة، اي حاجة في البيت، في شبايز تلاقيها كهربائي بتعملها، مش عارف ايه في السباكة بتعمل. ست شاطرة. المؤمن كده، المؤمن شاطر، المؤمن بيعمل كل حاجة، المؤمن ناجح في كل الجوانب. إن لربك عليك حقا ناجح في الجانب ده، ولنفسك عليك حقا ناجح في جانب النفسية بتاعته، ولأهلك عليك حقا ناجح، فأعطي كل ذي حق حقه. احنا للأسف الشديد يا حضرات، والحمد لله ان ربنا ذكرني بهذا الامر، هذا الخلق العظيم اللي هو الاعتدال. للأسف الشديد في مجتمعاتنا تلاقي واحد نجح في حاجة مضيع حاجة تانية. يعني الناس متخيلة انا ملتزم يبقى انا بعيد عن الدنيا. لا، الالتزام ان انا بعبد ربنا واعمر الدنيا، هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها. المسلم الناجح ناجح في كل شيء. ما نجيش في العشر الاول من ذي الحجة اجي اروح اخلص مصلحة، اصل فلان واخد اجازة. واخد اجازة ليه؟ اصل بيعبد ربنا. قال وهو عبادة ربنا تتعارض مع قضاء مصالح الناس؟ ايها الانسان المحترم، لا ما تتعارضش. وهي عبادة ربنا تتعارض مع الواجبات الاجتماعية؟ ان فلان خلف اروح ابارك له، وان فلان عنده عرس اروح ابارك له، وان فلان عنده واجب عزاء اروح اعزيه، واني عندي صلة رحم، واني عندي بر والدين، واني عندي حسن الجوار وحق الجار، وعندي حق العمل، وعندي حق الوطن، وعندي حق الله، وعندي حق نفسي، وعندي حق الحقوق دي كلها، توازنها وتظبط جدولك، وما تخليش حاجة تطغى على حاجة. الاعتدال خير الأعمال. أسأل الله العلي القدير أن يبلغنا جميعا العشر الأول من ذي الحجة، وأن يعيننا فيه على طاعته وعلى مرضاته. ختاما أيها الأحباب، كعادتنا أذكر حضراتكم ونفسي ما زال عندنا متسع من الوقت في يوم الجمعة. اللي ما قراش سورة الكهف لسه عنده وقت أنه يقراها، فمن قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وما تنسوش الله يكرمكم، الله يرضى عنكم، أفضل العبادات قدرا عند الله الصلاة على الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام، أكثروا من الصلاة والسلام على رسوله، خاصة في هذا اليوم العظيم يوم الجمعة. كذلك الساعة اللي قبل غروب الشمس ساعة إجابة، كثفوا فيها الدعاء. أسأل الله العلي القدير أن يبارك فيكم وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.